اهلا بكم. اليوم مش نعملوا حاجه غبيده على الاخر، تابعوني. سهله بنينه على الاخر، تعرف علي بنينه على خاطر فيها انواع الاذواق الكل، في اكسبلوجيون دو غو في الفم. باش نعملوا دجاج من وازياتيك، من وتوش نتاعي، شويه مالح، حلو، حار، حامض، انواع الاذواق الكل. تبعني حاجه انر. باش نستعملوا الجوانح نتاع الدجاج، الجناح تقسموها على اثنين. الروسيت هذه تجيب بنينه على الاخر بالجوانح، ما تصبوش برشا جوانح هكا هاو. الرفاح المارينات نتاع الدجاج كلها باش تصير في سايت دو كونجيلاسيون، شوفوا سايت هكا يتسكر مليح باش تخلطوا كل شيء فيه. نزيدوها الكوتي الحار. انا باش نستعمل اون صوص بيكونت عاديه تتباع في اي سوبر مارشي. انتم تنجموا تزيدوا هريسه الحكوك عادي تمشي معاها على الاخر. انا باش نزيد هذا. باش نزيد ندللها بالكدا، زدت جرينات فلفل احمر مقصوصين جويدين حارين. ريتو الخلطه هذه فيها العسل اللي يجيب لو كوتي سكري، فيها السوجا يجيب لو كوتي سالي، وعندنا الصوص بيكونت لو كوتي بيكون الحار، وعندنا الحامض بالقارص اللي يقول كل اللي موجودين. هذاك علاش ما نزيدو حتى وفاح، نخلطوا كل شيء مع بعضه ويلزمها تقعد ترتاح سويعه من زمان في الفريجيدير، مش كونجيلاتور، فريجيدير. ساعة المارينات نتاعنا دخلت في الدجاج بالكدا، توا باش ناخذوا بوالا نحطوا شوية زيت زيتونة. هو ليديال كان عندكم ويل دو سيزام، أما بون أنا باش نستعمل زيت زيتونة، خليه يسخن مليح ونرميو الخلطة نتاعنا. نتبعوها ونحركوها كل مرة شوية حتى لين تولي صوص كي سيرو عاقدة على الاخر، وقت الدجاج يتسمى طار. تبع والعالم كله شهيها
ديجا حضر شوفوا كيفاش ولا هكا كيسيرو لاكوردو. تو في الاخر باش ناخذوا شويه جلجلان، اي نوع من الجلجلان وتصبوه من فوق. احسن حاجه تجي اكومبانيمون تاع الدجاج هذايا هو شويه روز، دونك سمط شويه روز بالماء وملح هكا هو